بس هذا دياب الله بس تقرأ. الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الدرس الرابع عشر كأفراد من كتاب المبادئ الفقهية على مذهب الإمام الشافعي كم أركان الصلاة. صلاة أركان تذوى ميقة مركة وحانكو سجل كتاب المبادئ الفقهية على مذهب الإمام الشافعي وحامركا إنو جوكتي قيبتي صلاة أيا صوب اللون أوقات الصلاة صلاة وقتية لقل أيو مركا وحنو رب اللابان أيا عاشر كعاو إن شاء الله كم أركان الصلاة. كم أركان الصلاة الصلاة أركان تذوى ميقة تيرر كيدا رقنين وحال إيراهذا ما يقع داخل الصلاة وحي قعه صلاة قدهير ويبطل وتبطل الصلاة صلاتنا أي بري بتركي هذه لغته ولا يجبر بالسجود بسجود سهو سجود سهو لغو كبي كرين وحبك ما تركه سيدا ركوع بعد كتكتي سجود بعد كتكتي مقرانا إساء التحيات كي دنبات كتكتي اعتدال كي بات كتكتي يعرمها اللمت كاي أركانت هذه مركة رغني لغاتو أركانت صلاة كميرة رغني هذه لغاتو أو صلاة أركانت هذا كميرة صلاة ويبوري إساء سجودنا لغما كبه كرا إلا رغني إلا لي مادة دبلو لي مادة موين كم أركان الصلاة صلاة أركان تيدو أميق أركان الصلاة صلاة أركان تيدو 14 أفرية طبان الأول مركة تردى أفرية طبان ليسكو موضة وافقنا وافق سنو علماء قار أفرية طبان قار صدحية طبان كوشي قار تضبية طبان كوشي تردى ليسكو موضة وافق سنو أركان الصلاة صلاة أركان تيدو يتيرر كيدو 14 أفريق طوانوي الأول رغني يكوراد القيام استاق القيام استاقوي للقادر كأوذة إنو استاق روح أوذة إنو استاق كتو كذوي وقوم لله قانتي الأول ككوراد القيام استاقوي للقادر كأوذة القيام استاقوي صلاة الله استاقو للقادر كأوذة استاقة إنه استاق كنت كذو. أثاني رغني قال بعد النية النيوية بالقلب قلب قال لك النية ذا خضرينا لما أقول إن لا أصلي فرض الظهر إيه. ها مرحبا يا نويتي وحيالها بدعوي. أثالث رغني قال صدحات تكبيرة الإحرام حلاشة تكبير تذي والله أكبر لو حره. الرابع رغني قال أفراد قراءة الفاتحة فاتحة أغرين تذوي. الخامس رغني الشنات الركوع السادس رغني اللحات الاعتدال كان شوي او الله قوضه سمع الله لمن حمد ذو الاعتدال كان شوي السابع رغني التضبات السجود سجود وي فقه قرمشا وحكدر السجود مرتين لو مر للسجود الثامن رغني السديدات الجلوس فردي بين السجدتين لبدا السجود دحوض الله فريسته التاسع رغني السقالات الطمأنينة تحصل وي في الكل العهدي والإسلام قرنا في الكل دمان في كل المذكورة وأه فاتح هذا مركز أغرنا السئنات ست جويد سن وترتيب وأغرسه ركوع عينات كحاسيش ركوع عاسي لكن ضماني نذكر باللابان فاتح هذا إيضا ترتيل يتجويد بلغة عبيري يسيسا حينات أغرسية وعدم اللحظ إيه ضماني نذو حيكب باللابان إيساء الركوع وضمانينة فيه الاعتدال وضمانينة فيه السجود وضمانينة فيه الجلوس بين السجدتين وضمانينة فيه في الكل تاس وكوى التاسع كالسقالات الطمأنينة تحصل وي
في الكل دمان لو حصلو الطمأنينة حصل وي في الكل دمان لو حصلو او لغا وضه ركوعي اعتدالك سجودك جلوسك بين السجدتين العاشر كطمنات الجلوس فدي وي للتشهد التحيات كالله فريستو الأخير دمب الحادي عشر ككوية طمنان التشهد الأخير والتحيات كالدمب اللفتيس يو الجلوس فيها يو لبك ترين آية الثاني عشر كالبية طمنان الصلاة صليدوي على النبي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير التحيات كالدمب خاليا خالنا عن التسويد اللهم صل على سيدنا لقمة الدراك التحيات كاغة التحيات كي صحضة أهدار ابتئنا التحيات ستو النبي محمد التحيات عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سي السلفك واللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا لما أقر سيدنا لكم الدراك النبي محمد وسيد هو سيد هو سيد وحير أنا سيد ولدي آدم ولا فخر مركز سيد وياه لكن من باب الأدعية والأذكار سيدنا لقمة الدراك اللهم صل على محمد أركاء التحيات سنس اللهم صل على سيدنا محمد مد أهيسيو مسو أرور مصقنا مقرة باب الأذكار والأدعية مركز كجرته على سيدنا كده سيدنا ذسكتا الثاني عشر كالله بيطمنا الصلاة صليدو على النبي النبي اللغو صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير التحيات كالدنب الثالث عشر كصدحية طبنان السلام السلام ولمن وحيدها السلام باليمين دين عمدي أما السلام تهور ومبا واجبين دهان تضنب ودين عبديح كومتريان أركانت الرابع عشر كأفرية طبنان رقني أفرية طبنان الترتيب والترتيب انت بضن النصوص توافق سنتهي أركانت على الشيغي والسغنت ماذا تقرأ محال أقرين إيسا دعاء الافتتاح فرفرشد الدعاء ذي ده وحافي عنيد إنه بلوغ هركو يردره هريبي يرحكته لكن أدنى الدمال ماذا تقرأ محال أقرين إيسا بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ككد محال أقرين ماذا تقرأ محال أقرين بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ككذب محال أقرين إيسا أقرأ وحان أقرين دعاء الافتتاح فرفرشد الدعاء ذي وهو دعاء افتتاح وصيغ كثير سيغوين بضن منها وحاكم ذا سيغة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هي رواية كلو وأنا أول المسلمين لبضى بالصحو وضد بقى إشكال سوء روري وأنا أول المسلمين سيدو طاهيسا ولقى جوابي واح عليس كمجر عليس أقرأ وحان أقريني ماذا تقرأ محال أقريني إسا بعد تكبيرة الإحرام حراشة تكبير تيذا كد أقرأ وحان أقرينا يا دعاء الافتتاح فرفرشة دعاء وهو الدعاء الافتتاح الله أكبر كبيرا الله إلهي با أكبر وين كبيرا وينان والحمد ما هذا لله إلهي بأسأل كثيرا حمد بضن أي حمدا كثيرا وسبحان الله إلهي ما نزها بكرة أرورتي إيا وأصيلا قلبتي وجهت وانجهي وجهي وجهي للذي معبودك فضر أبوري السماوات سموينك إيا والأرض بلك وجهت وانجهي وجهي وجهي للذي معبودك عليه فضر أبوري أو بالله فضر أبورك يا علماء وحيكو جريد لهان
بلابش فضرع أبوري السماوات سموينك يا والأرض دولك حنيفا حال أنا وحالك حالين وجهت فاعلك ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة حنيفا مرك الله معنوي معنوى إسككو منيه حنيفا حالا نهمتو صن أي مستقيما معناها كلي اللي بني هنا حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق لو هذا معنى الصحو حنيفا حال أنا همت توصن أما حنيفا حال أنا همت كل حنا يا باطل أو حق أول حنا كاس اللي بدي هو أحنف أما حنف عربت وحيده جري روح اللغة يرقى القلو عمال كاس إنكو قاركين ودها إنها ود مقر أما قنفة ميلها قار لأنك صوفرق يرد حيه روح اللغة ساس مركو صعنا يسو صدنا كاسا أحرف ليا أحرف قلوع با لغيه سكجر وار قلوع ايا لغيه سكجر حنيفا حال آنا هاي من لا حناي بعد الكيمان كان لا حناي حقا نقول لا حناي أما حنيفا حال آنا ميتو صن صح مسلما أو مسلم أه وما أنا أنو ميه من المشركين مشركين تكمن ميه إن صلاتي تكشديد ونسكي جورا عيجة ومحيايا نور الشيطان نسكي أي ذبح للحيوانات النسك علماء وحيكوفا سيرين جورا على جورا عي حالة الله يجيل يعري وحيالها جورا عود اللي يقول لي هديجي يا حيوان كي كلا بنانائي إن صلاتي تكشديدة ونسكي جورا عيجة وعبادة يذنه إن إله الله خلي صلى الله ربه ومحياي أن الله شيطان ومماتي قيري ديده لله إله بأسكاله رب العالمين عالمين تطن رب قوضها لاش رب العالمين عالم كطن رب أهايو برباري أو كوريه رب العالمين عالمين تطن رب قوضها لا شريك وح إلهي لو ذاك له إله لماذا لو ذاك مجره وبذلك كاسو توحيد كأه إيا الشرك لأنت يا أمرت لي أمري وأنا أنور من المسلمين أكمد أهي رواية كلنا وأنا أنور أول المسلمين مسلمين كي أبوه الريانة لماذا بصحو هديلة وأنا من المسلمين صح لا إشكال في ذلك مسلمين تنكمد أهي هذا أذكر هذا وأنا أول المسلمين نعم حضور ده وأنا أول المسلمين المسلمين تكي أبوه الريان ومدى المسلمين تهذا أنا أبوه الريان ومدى مديسي ويساق أبوه الريان صح لكن روح هذا تكنا يحضور ده وأنا أول المسلمين المسلمين تكي أبوه الريان يا أبها أنا مسلم أهوغا مسلم لقاه الريان صحابة دي كاورين تابعين سلف سيد مسلمين تكي أبوه الريان ونقنس ولماذا كجواب محايدا وحاول بمعنى المبادرة والمصارعة إلى الخيرات وحان أسو دقدقي خيرات ما قرأ أمر كي لإسيي أو أهاتكو وإلهي أتكو أيان أسو دقدقي تاسا لغا عبرا المسلمين تكي أبوه الريان أو أه خرين تلغم وضو خرين تي حقيقي أهي ومسلمين تنقل أنا أقوه الرئي ومدى المسلمين تنقل أنا أقوه الرئي وبمعنى المبادرة دك دك خرين تنقل لك وضع نصوهر مران أسود دك دك خير كي أصوهر مري أسود دك دك يضفى فاصلنا صفة الصلاة النبي الشغل باني أيها الكاكو حليي وحش كالكو مجر وأنا أنو من المسلمين المسلمين تنكمل ماذا تقرأ محاد أغرين بوير بعد دعاء الافتتاح فرفرشاد الدعاء إذا كدي دعاء فرفرشاد هرت متنك لي أما وحاجر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هي دعاء البخاري مسلم بصوت صارين اللهم باعد بيني وبين خضاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مركز دعاء أنا واجرته مركز سيغوين بدن باجر سيغوين كي قار كم يدو شاق وشاقي. ماذا تقرأ محال أقريم بي بعد الدعاء الافتتاح فرفرشد الدعاء دي كد أقرأ وحان أقريني الفاتحة فاتحة أنا أقريني وصورة صورة نوان أقريني ومن القرآن الكريم القرآن الكريم كامل. ماذا تقرأ محال أقريني سا بعد الدعاء الافتتاح فرفرشد الدعاء دي كد أقرأ وحان أقريني الفاتحة فاتحة أنا أقريني كو وصورة صورة نوان أقريني ومن القرآن الكريم القرآن الكريم كأكمل. ثم إنت أكدب أركع وركوع آية ماذا تقول محاده في الركوع ركوع الإحيس محاده أقول وحاني سبحانه وحان نزه ربي ربي العظيم إيوي وبحمده نوالغدر كراوان لغدوين كرا بخاري مسلم يقوى سبحان ربي العظيم إنت صو ساري لكن علماء حديثك قار كم إذا صو ساري سبحان ربي العظيم وبحمده قدر أقول وحاني سبحانه وحان نزه ربي 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 العظيم إيوينا ثلاث مرات صدح جير بان سعب نهاية. ثم إنت أكدب أعتدل وان أكان آية أكان شو حاوي سبحانه سمع الله لمن حميد مركضة إن القطن سبتال الرباء أوذ أكاته. ثم إنت أكدب أعتدل وان أكان هيا ماذا تقول محاديه في الاعتدال اعتدال كالدحيس عواز كدب يريها إن شاء الله كمع العلم. أقول وحاديه سمع الله ألها أجيب سمع الله علمض وحيكوف السيران ألها أقبل أما ألها أجيب يظن واصحه كمهر إيمان يسوع وحاوي الله أقبله الله أجيبه. ماذا تقول محاته في الاعتدال اعتدال كالإحليس أقول وحانها يا اعتدالك سمع الله الله أقبله ها أجيبه لمن روح حميده مهدي عند الله مهدي سي يا سمع الله الله أقبله الله أجيبه لمن روح حميده مهدي. أقول وحدي سمع الله الله أجيب لمن روح حميده مهدي. ربنا يا ربنا ربي يا لك وحاكوس ونادى الحمد مهد رواية كلام ربنا ولك الحمد لبضى الصح. سمع الله الله أقبل الله أجيب لمن روح حميده مهدي. ربنا يا ربنا ربي يا لك وحاكوس ونادى الحمد مهد tan culimadu masala isku qabteen ba jira ruuxu markuu ictidaala imaamko dha samia allahu liman hamida innaka ma'muminta ku xiran ma waxaan dhahayna kali ya rabbana walakal hamd ama rabbana lakal hamd mis samia allahu diban la soo celinay in imaamki wuxuu yiri ha samia allahu liman hamida إنك كحني موحان لهينا ربنا ولك الحمد سوحان لهينا سمع الله لمن حمده كذب هذا ربنا ولك الحمد ولماذا الله بضى بقار كوها اللي بجر قارهان شافعية وقار كيض وحي قبان إن سمع الله ذي اللي لعليني ولماذا السلف كلها كوحي لأن ما ربنا وما كب الله بي ووحا حديث كما لقف سنة إياه إذا قال الإمام إمامك هذا سمع الله لمن حمده فقولوا له ربنا ولك الحمد شافعيدنا وحيدنا باب التقدير باجر موقت أهل البلاغي أهل النحو أهل التقدير باجر هذا لقوا إمامه وحيدنا فقولوا له بعد سمع الله لمن حمده مركز هذا كذب ربنا لك الحمد له لكن ما يسيد السلف كان مرينا ربنا لك الحمد أما ربنا ولك الحمد لله كوكب سر سمع الله وحمد مسوي عاديني نمسوي علني ها يا غارسي دينت جزاه الله خير الجزاء.
مركي سمع الله لمن حمده ليلة ربنا ولك الحمد قعوها ما هل كانت كسوع ليس مسيدي ليس سيدي ليس يضا مسألة مهمة وعلماء قال اسكو قبتان إلا قول قاركود صدح قول بيجيلين قار علماء كم ذا وحيدا ليس شيء ثابتا ها شيء سوغان مجرى ما يشتا قعمها لقينا أما سيدان ده أما سيدان ده أما صابة إسكادنا هادا خفتو علماء قار باين وح سوغان ومال لغو علين لغو قبان مجر مال لغو قبان مجرى يعني نوع لسمين بمجرى سوغان بيت هنو قصب وأقول عند بعض العلماء علماء كلام الله ورأي بيته وحاجري اعتدال حديث شيء وهذا اعتدالي سمع الله لمن حمدا حتى يعود كل فقار إلى مكان حبينك استئلاء كل بطبوسك مداسة علماء اسكوقت اعتدال وأكو وسمع الله لمن حمدا إلى حبينك استئلاء باس كذي أي كل عبط ها ولماذا قار مركا وحيدا وحاوي سمع الله لمن حميد مركا هل كان عن قوقة بمبر ووحان قوقة أن الصلاة مركا حيرتي هل كانت سارتي لابتو سماهين وإن باس كي كل عبطان قعمي قارنا وحيدا مين فهمين بقى. حتى يعود كل فقار وحاوي إلى مكانه وحان لقوة مركو الروح التاني أما حرقونا يقعمه سيئ سوى مسيح ديس كاسوه إذا نقعمها أبور كوضيه رواسدنا إذا عادية إنه واحد داري أي ما دمه إيه ماركا وحال إسكو قبتي قعمها حقا أصل وأهر هذي لنا حمين كاستبوس كيدي هلو وعلي قعمها ما قبل الصلاة سيدي اللي إسكوه غاية سيدنا هيد إيا ماركا سعونا يسمشيغا ميا أصل وإيا سيدين من صفي الصلاة ما لقاها الله يا ماشي مركي هرات كو قبر وهناك اختلاف بين العلماء فان حبينك استباس كودي كعل بوس كيدي كعل موحا لقا وضع قبل الصلاة حبينك السيئة هاندي من سمركي هاد الصلاة داد كجرت حبينك السيئة ولماذا قاروا أرهت مارك السميع الله مارك الله صدر وليه سواء لنا صدر وليه والكل صحيح ف يا حاجة يرع علوشة حاجة يرى علاش يد وحبك مجر إن عن قبلنا رأي قد هاي قعمها مالك استال لقين كلام وين لبده فهنا حب إلا له قعمه ما يشود يها كل لابتين من ده هل كان كم جرب إن مدو على لابته ومرك الحلينيس من ده وقعمها وسيد مركي هو رهاي مركي يد إن حاجة كم قبصة علاش يهوس توح شيء غير مجر يد فسر معه سمع الله الله عجيبا لمن هو حميده مهدي هافض أغل فاض ياه اللهم ربنا لك الحمد كل سيق بضنبو بالنين جري صفوه هذا تام حسوسي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد وحسوس اللهم ذا هذا محسوسني لكن سيقوين بضنبا هلكا كجر صفة صلاة النبي أتكفير ناس سمع الله الله أجيب لمن روح حميده مهدي ربنا يا ربنا وحسفي وضمجره ربنا يا ربنا ربي أنا ولك وحاكوسنا الحمد مهد ملء السماوات السموين كبوح أما مقود باكوسنا لها ملء السماوات السموين كمقود وما هذا الله كوسنا وملء الأرض دول كمقي باكوسنا لها مقي أما بوحي او مهد وملء ما شيء بوحي يمجي شيء تعدونتو من شيء شيء بعدو انت الله سو شيء كد اهل الثناء اما انت ضدك يا طيبه كسيدر اي والمجد شرفت احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديثك والسجين وحاك له السجن ربنا ولك الحمد مرك هذا إن هذا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولمن أجر بضل النبي محمد وكيبه عليه الصلاة والسلام
نبا حدكه نبي سمع الله لمن حمده صحابه مركي دها ربنا ولك الحمد يوني صحابي او حير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نبي مركو صلاه كما في صحيح البخاري مركو صلاه كبح ونكي سائر او نكي انه سيار قريو دمعو وحير وريا ها لو دير بعض قش يا نبي وفلي بكشا مركي دمادو نكي سيغي وانغ يا رسول الله وحي النبي وحان اركي رايت بضعا وثلاثين ملكا صدا يا طور ملك ويبتدرونها اكل الدقدقاي ايهم يكتبها اول كي مركو اوهر يقرا يا اجري صدا يا طور ملك ايا وحان اركي اوكل الدقدقاي مت كي مركو كوبات مت كي ها مركو كوبات مركو كوبات كيبا اجري قره ما شاء الله ما قالت اخر الفات يكتبها اول مركا ادي ادو حديث في صحيح البخاري السقم ها 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 المره ركوعي تابع سمن ها وادي ليس صحيح ثم انت اكدب السجود والسجود ماذا تقول محادي في سجود السجود كدحيس اقول وحاني سبحانه وحانزان ربي ربي على على اسري ثلاثا صدح جد ثم انت اكدب اجلس وافرساني قليلا اير جلسة الجلسة بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة ولا فاتقا نصشد اما الجلوس بين السجدتين ثم اجلس وافرساني قليلا اير ثم انت اكدب السجود والسجود ماذا تقول محادي في الجلوس فاتقا دحيس بين السجدتين اللي بدأ السجود احضر احد ربي اغفر لي ربي اغفر لي والله وجر نحرى صواره سيدو حسن المسلم كواني قي اقول وحاني ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني وعف عن وينك قاركون انت ويكير بدلين وهدينين واكو يردن ربي ربي قيو اغفر لي ايناف وارحمني اينا حريس واجبرني اكب وارفعني ربي يا ربي ربي يو اغفر لي ايضا اله الدم بي ايضا ربي يا ربي ربي يو اغفر لي ايضا وارنت ادهان نحو ليدي علماء العربية وصيغة ماشي هذا صيغة كم وقت صيغة امر بانوديس لكن صيغة دعائية لي اغفر ان هذه العرابي لها صيغة هذا اري وقودي هذه لها صيغة الامر بيو اكانيس لكن إلهي وحلما أمر سبحانه وتعالى وحانه إنا وفعل الدعاء ربي يا ربي ربي قيه اغفر لي إيناف وارحمني إينا حريس واجبرني إكب وهذا الجبر نوا جبر المعنوي بها لجبر المعنوي هو النقص إكب ومسخانت واجبرني إكب من النقص والخلط نسخانت يدل دلالك إيقوي من إكب إن كبد مال جب سوق على كبن تصمة واجبرني إكب وارفعني إكريال وارزقني إرزاق وعافني إعافي واعفو عني إجيسك عاف ربي اغفر لي إله إناف وارحمني إن حريسو واجبرني إكب كبدنا وحاوي نقصي إكب يا حمان أنقلي وارفعني إكريال وارزقني إرزاق وعافني إعافي واعف عني اعف ماذا تقول محادي في الجلوس فدي للتشهد الاخير التحيات كدم ماذا تقول محادي في الجلوس فدي احدي سمحاتي للتشهد التحيات كي لو فديست التحيات كي الاخير دمب اغرو حنا اغرني التشهد التحيات وهو التحيات وله سياق كثيره ومن سياق هذه الصيغه سيغلي لكن بخاري مؤسكين متكالو كانين أغروح أن أغرني التشهد التحيات التشهد نوحها التحيات علماء اللي قلت بحيث أن التشهد واللفظي كجر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول أغروح أن أغرني التشهد التحيات وهو التشهد التحيات سلام يالو جمع تحية التحيات السلام يالو
لله إلهي بيوسقنات. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من التحية تدو السلام. صدرت يا صلاة المركي مسجد كالله صغل اللي تكذوا وكالله ده تحية المسجد. تحية المسجد مركز جمع عبادة تحيات. التحيات السلام يا رب. المباركات أول بركي. الصلوات النحريس يا رب. الطيبات وناجيالو لله إله بأسقنا واي وحاكلو جرسي غضا وصو ساري وأفضل سن وأفضل سن بخاري مدو صو ساري ويو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليه التحيات السلام يا لا المباركات أول بركي الصلوات الله وفصير بألغو شيء منه وإصلاح الصلاة وحي كوعد منا واللغة دي الصلاة لغة الدعاء وكان وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوص الصلوات الصلاة عشان تعلم ماذا قال بها الصلوات الصلاة صلاة يالو قال روحينا الصلوات نحريس يالو وصلاة اللغة والدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه التحيات السلام يا المباركات اللبركي الصلوات صلاة الصلوات صلاة يا الصلوات النحريس يا الطيبات إيه وناجيال لله إله ما أسكال السلام النبي جلي عليك كركا غهات أيها النبي النبي ورحمة الله إله النحريس إيه وبركاته وبركاته عليك إيه وبركاته إيه بركاته سنة عليك كركاغا هات هل كان الباني غير كي ومدى اسكو جيران الباني وحو إثاري مسألة وحوية نبي مركو نولابا كافو الخداب كان لقولها اللايب او اه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله هدو قيريو ذي لكن وحوير وحالته السلام على النبي مركا رقنا وحيدا شغل الباني وير كاذ إلان نبا كتاب كذب قرين لي لا جديدة في الصلاة صلاة وحص مجري وحص من هذا نوع كان تموه الباني شيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد وحيا ربنا بصلاة اسكو قبتين سي علماء السعودي شيخ الباني إلان نكا وحوق لا جديدة في الصلاة صلاة وحص مجري بل ما لها قاركود وحان مدائن قع كيرسين آيان يعني إليه يعني اللغة اللغة عربتها فصاحة رقي قناش يا ذو البيري إنك سو كان عالما محدثا لغويا البيري يا ذو رتم علما مركا هالكاس علماء قارس كوكبتين قواعد بدن وكوكبتين النصوص وحيدا وحيكو ما السلام عليك أي أحاديث أيها النبي ورحمة الله مركا وحيدا دام هالكا الله هيو النص الله هيو فلا قول لأحد هذا الأمفر الروح كلا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وحاك لو قاعدة قود باجرتو حتى في اللغة العربية كجرتو وحال الأمثال والحكم والنصوص لا تغير وحاضو مهما هي أما النصية يا أما المرتئوية في اللغة العربية ولو كان فيها أخضاء نحوية وصرفية وبلاغية لا تغير لما بدلك مثل الصيف ضيعت اللبن لا مكره أخاك بضل إيه وحيا لها صورة أخدان نحوي أوالقه لي وننكي هل قبل بولها الله لكن هذا ننها دا الله اللي ساحته وحامل ليه الصيف ضيعت اللبن لو الروح بالله اللي ساحته الصيف ضيعت اللبن ضيعت يا ضيعتما يا ضيعتم يمجل ومثل بحر لا مكره أخاك مكره والله ربين له إضافه هذا وقد قرن إيسا أسماء الخمسنة يجر بالياء سوياء لقمه سبيك الجريم مرات بأخيك لا مكره أخيك وحده كرمج أخاك ذا صلى الله لا مكره أخاك بضع نين ورالك قصبي هل ييم إنك ولالك يدي له دي هل ييمتي ولالك أمبادي شيء موكت ها نين شرف لمت واي ماذا مركو حويل السلام النبت قليو عليك مركتاسان هينين خلاف اسكيلين مين
السلام نبت جلي عليك كركا أيها النبي النبي ورحمة الله إلهي النحريسيس وبركاته بركاته سنة عليك كركا السلام نبت جلي علينا كركا نجها تهدى مسلمين وعلى عباد الله إلهي أدوميهس الصالحين إيه ونكسنا أشهد وحقري أن لا إله إلا الله عبدين وسجرين إلا الله إلهي وكريم وين وأشهد وحقري أن محمد النبي محمد رسول الله رسولك إلهي إنه يهي أيام قري واي ماذا تقول محاته بعد التشهد الأخير التحيات كدم بكد محاته ماذا تقول محاته بعد التشهد التحيات ككدي التحيات كالأخير آدم تصلي هدي همزة اللي يراها أنا قوى يجا ترتيني هاي أؤمن يذن قرأ ها هل روح وكالة مركة أصلي وحانكو صليني على النبي النبي عيانكو صلين بعد أصلي وحانكو صليني على النبي النبي فأقول وحان له اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد انت سيدنا هذا قوابين اسكاكيلي ما صغنا ما صغنا لما هيو لما هيو نبي قوال لويدي عليه الصلاة والسلام حيث ان صحابة يا رسول الله علمنا وان اغاني يا كيف نسلم عليك سيدا انكو سلامينه او السلام عليك ديجري يا نبي الله يا رسول الله فكيف نصلي عليك سامكو وصلنا حديث البخاري ويا مصر بيا كما دبعان بعد هيسات ان اد مجد اسجلي سماها ولا مر نبي وحير قولوا دها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيغد ابراهيميه او فلبن مركه سيدنا هذا غوابن اسكغير ما سغنا امام الباني نوا ابن بحي مساله درس في تسويده في باب الاذكار والادعيه ان الله قالين سيده كلا نبي وسيد وعي عليه الصلاه والسلام أما باب الأذكار مركان جونا باب الأذكار لما أقلو أخي الفاضل اللهم الله يصلي ونحريس على محمد نبي محمد بن أهل وعلى آل محمد النبي محمد آل كيس كما صليت صادق ونحريست على إبراهيم النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم آل كيس اللهم صل على محمد إله النبي محمد ونحريس وعلى آل محمد النبي محمد آل كسر النحرسوي كما صليت صادق النحرستي أكل على إبراهيم النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم آل كسر وبارك الله وبركة على محمد وعلى آل محمد النبي محمد آل كسر كما بار نبي محمد آل كسر ياوي مرك الله الله خلق هذا في مقام الدعاء والمدح في مقام الزكاة والصدق في مقام الدعاء وحيث أن هذه اللي جوجة الدعاء يا أمان قاله هو كل مؤمن تقي روح كصور نبي الرمي الله كعبسنا إلهنا الرمي نبي محمدنا الرمي مقر يا واح كصور إلا الرمي أي واجب تاي الرمي الله نكبقى قال كالنبي قول مقر وحيث أن هذه اللي جوجة في مقام الزكاة والصدقة هذه اللي جوجة قاله محمد وابن هاشم يبن المطلب رغم ان با هلكا كو ير ججبه اسك جير هدا بنو هاشم اي بنو المطلب لا بنو عبد المطلب ما عبد المطلب هو بنو هاشم هاشم با والله شيغا هاشم ني ولا لا ها مطلب لا دها جير مطلب مره وها دايسا بنو هاشم اي بنو مطلب بنو عبد المطلب هدي عبد المطلب هو بنو هاشم مره ده بنو هاشم اي بنو المطلب لا لم يفارقونا في جاهليه ولا اسلام حديث فيها ولي قال نجمة إن تين هبن المطلب يا عبد المطلب هم ملايين ما شاء اسكج اللهم صل على ونحرس على محمد وعلى آل محمد النبي محمد الكيس كما صليت صادق ونحرس توكل على إبراهيم النبي إبراهيم يا وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم الكيس وبارك الله وبارك على محمد النبي محمد يا وعلى آل محمد النبي محمد الكيس كما باركت صادق بركيس على إبراهيم النبي إبراهيم يا وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم آل كيس في العالمين عالم عالمين تلم لحظة والعالم نماسي والله إلهي وحي كسوة أنا عالم ليه إنك أذو الله حميد الله اللهم هديات مجيد وشرف
هل كان علماء وحير بي إثاريًا أو إثاريين كلي الألباني رحمه الله تعالى لقى جواب لكن واحد ما مال وحاله مشبه هي مشبه به كلا شبهاي هي كلو شبهاي كيف اللي وكب ذيها مركز مشبه به وحاتر محمد محمد كالبدري ضيح وكلو ضيح انه افتيم يظهر دوار مال اول من جهة الضياء هذا اسكريه شفاهيس حق افتينك محمد وانين قرحسن وما انتهى الناي بس اذا ضيح انه افتيم كرا ما مركز مشبه به وكب ذيه مسألة لقاها الله أيوه. أما وحاتر فيري فاريح ننك فارح ليراد كلا عقربي وحنقر الله كلا هدي بقى الله ونندبع أحن هدي مربو اسكد بعهن مره واسكر يا بني آدم دي بقى الله لكن وإلي يا راكتين ننك سلاة التكرة حتى وقلت فرع يا صمع نبكو يوكو بذيها مرك مشبه به أما وحاتر نين ليراد وحات سواق أو جامع جامع وجامع كالحمار الدمير وكالوايان من حق أبي الهنمد إيا الدقون نمال كلها هذه الدمير يسوها دي وحاولها يعني اسكالو ماه كان قريقي سواء سوء قرنه هاي مشبه به ومركو كوب ديها مركز شيء قال لقاها الله أما فضلها النقضة أما قبع مركا وحاها كان لقبتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيا نبي إبراهيم يا فضل بضل نبي محمد با فضل بضل وحانا اللي اللهم صلى الله ونحرس على محمد كما صليت الساد وقلنا حرست على إبراهيم نبي إبراهيم يلبا والله لك ساس وكرا الله وقلنا حرس وحانا لقى يرفع بسماه إنا نحرستكم بلات مركة وحانا ومن أساليب البلاغية في اللغة العربية ولم يفهم لقمنا فهمين لقنا فهمين مايو أن إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا محمد لقى ما فهم لقى ما فهم لكن سياقها هو المودة ها هذا نوع حالين على إبراهيم مركي اللي يكذب وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد نبي محمد آل كيس الصاد وقلنا حريص وقلنا حريص وعلى آل على آل إبراهيم نبي إبراهيم آل كيس الله الصاد وقلنا حريص نبي محمد آل كيس وقلنا حريص تأيض الله إشكال في ذلك آل إبراهيم فيها أنبياء كثير أما آل محمد فليس فيه نبي صح نبي محمد نبي كدام ياجنا ما لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تايض مركا لإسكم هست حد يكونتم خير أمة سوكاد حاوية كقات نبي واحد أفضل من الأنبياء نبي واحد أفضل من الأولياء صمح نبي واحد هل نبي كفى أفضل كفل من الأولياء أولياء ضر إن فير نبي جمر كيلير يا ضدك أوقف لبضنا أوقف يعني مركز يوسف النبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله كاكما أن ويدين فعن معادن العربي تسألوني بي. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه مركي الله يهدرك مركه وحي اتقنا يا حديثك رياضك ودي جرى واد قرنس اللهم صل الله ونحرس على محمد النبي محمد وعلى ال محمد النبي محمد الكيس كما صليت صلاه ونحرس على ابراهيم النبي ابراهيم وعلى ال ابراهيم النبي ابراهيم الكيس وبارك الله وبركه على محمد النبي محمد وعلى ال محمد النبي محمد الكيس كما باركت صلاه وبركه على ابراهيم النبي ابراهيم وعلى ال ابراهيم النبي ابراهيم الكيس في العالمين عالمين تدن دخدو إنك عدو الله حميد اللهم هديات مجيد شرف ماذا تقول محدي بعد التشهد تشهد ككدي يا والصلاة صليد على النبي نبي الوصل صلى الله عليه وسلم أقول وحدي اللهم الله إني أنا أعوذ بك وحنك من قلي من عذاب القبر قبر عذاب كيس ومن عذاب النار نار عذاب كيس ومن فتنة المسيح مسيحي في النبي سيأدى جالي بين تبنى مسيح الدجال هرتوى الكذاب من بام بضم مسيح محال لوجود بحية لكن علماء ضوحيد أن الله وفص مد حديث كاكوعد مد كلنا حديث بالغ فهم لأنه يمسح عين اليمنى إيش مدك تؤم مسحين والنبي وحوير
عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أنذر أمته نبي مجر إله صادر إلا أمدي سوى حوغده بالدجال أعورك مركا نبي وحوي إن دجال مركو كهل لا يحوي إنه أعور وإلا إيه وإن ربكم ليس بأعور إلهنا ما إن الله سبحانه وارتتاكو قرت مكتوب بين عينيه كافر لبدي سين نوضح وضعنا قال باكو قر مركا المسيحي إشا ما سحنا إلنا باقو النفع هل كان محاولة ليالفاء مهمد كل جير تفير هذا الإله تهي دجال وإله مبتيده قال باتهي ما إشا نسكه جيسي يا سومالي سمعين دي جين ريها دايتا دوادا يلي قرصان ريها داي واحدة دوادا يلي قرين لهايد بالي هذا واحد مركا دجالو بالإله نما شيغته بالإله نما حقا دي خورت إله متي دجال باتي بانالاتي كافر باتي هذا لكن واحترس بل إشانكم ما سحاني إبرتاء ما دسكها قاجيس ورتتاوا عيبين مكت كومت مسيح وحاكلو علمات اللي يقول بحيان عند بعض العلماء لأنه يسيح في الأرض فسيح في الأرض قرآن سوماين يسيح في الأرض دلكو كوريقايو ما من بلد مقالة مجرد إلا سيطأه الدجال دجال واقلي إلا مكة والمدينة هذه تقارو يربار بيت المقدس نواجر لكن بخاري وحي إلا مكة والمدينة مكة المدينة فود ما سوق لك ويقول لنا يساوحي منافقين أبحا يا مر ملايك بواردينيس مقر ومن فتنة المسيح المسيح في النديس الدجال بين تبن اللهم اغفر لي إله وإله ما قدمت وحان هور مرصد وما أخرت وحان دي مرصد وما أسررت وحان سريستين قرصد وما أسررت وحان سريست وما أعلنت وحان موجست أنت عدو المقدم الله مرياته من تشاء وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.